كيف كان وضع ليبيا غداة الاستقلال؟ حقيقة من الحقائق اللي غايبة عن الـ عن الـ عن الـ عن الليبيين للأسف، حتى كثير من أجيال ليبيا الصاعدة، وهو أن ليبيا عندما حصلت استقلالها كانت وصفت في تقارير الأمم المتحدة أنها ثاني أفقر دولة في العالم بعد إندونيسيا. ثاني أفقر دولة في العالم. يعني دولة حصلت على الاستقلال لا تملك قوتها ولا طعامها ولا شرابها ولا كسوتها. أكثر من هذا، أكثر من هذا، كان عدد الخريجين فيها لا يزيد بتفاوت التقديرات ما بين 10 إلى 14 خريج. خريج جامعة أكسفورد. خريج جامعة. ليبي. ليبي. معنى ذلك أن كل إدارات الدولة ليست في يد الليبيين. طبعا يعني كان في الإدارة البريطانية، كانت الإدارة البريطانية والإدارة الفرنسية. وما كانش بمقدور الليبيين أنه يكون، لأنهم لم يكونوا مؤهلين لإدارة البلدان في تلك الفترة. إذن هذا ليس استقلال. استعانت بهم الإدارة البريطانية. هذا ليس استقلال. كان استقلال بكل معنى الكلمة. بالاسم. ما معنى استقلال دولة ويديرها الفرنسيين والبريطانيين؟ ما هو الخيار الآخر؟ أن الليبيين أنا ماليش دعوة بالخيار، أنا بقرأ الحدث. لا ما كناش ظالمين، قلت تخيلوا في الأمور تخيلك نظري. إيش مطلوب من الليبيين؟ ابتلوا بالاستعمار الإيطالي. يا دكتور أنا لا أحمل الليبيين المسؤولية، أن أقرأ الواقع كما كان. كويس نقرأه. الواقع كما كان أن ليبيا منحت استقلالا شكليا في العام 1951، وتم إقامة مملكة في 1951 في دولة هي الأفقر في العالم في ذلك الوقت، لم تكن تملك شيئا، وكان الصورة. يحتلها البريطانيون والفرنسيون. خلينا نكمل لك الصورة، مش على الواقع ليبيا شنو كان في الاستقلال في فترة عند حصول على الاستقلال. مش بس هذا، كان 95% أميين من الشعب الليبي. من الشعب الليبي أميين. كان كل أنواع الأمراض منتشرة في ليبيا، تعلق كل ما الأمراض، كل الطرق، كل مباني، كل مهدمة، فيش لا يكون وسائل اتصال ولا طرق مواصلات. من أثر الحرب العالمية الثانية. هذا كان واقع ليبيا عندما حصل استقلال. الملك كان يستطيع الآن لو اتخذ قرارا بالعودة أن يعود وأن يلف الشعب حوله وأن يقبض على هؤلاء الضباط وأن ينصت لما قاله له البكوش من إعادة تشكيل الجيش الليبي مرة أخرى وأن يحد من نفوذ آل الشلحي، ولكن الملك كان ضعيفا. أنت تتحدث عن الأخلاقيات. لقد أسمع سيدي يا أستاذ أحمد، لقد ربح الملك، ربح الملك وخسر الشعب الليبي وخسرت ليبيا. خسر وجاء القذافي وربح ربح دنياه وآخرته. وإحنا للأسف شديد هو بسبب رب بسبب رعونتنا نحن، بسبب رعونتنا إحنا إحنا كنخب سياسي ما يسمى بالقوى الجديدة، ما يسمى بالقوى الجديدة من نخب سياسية وحزبية وكل هذه ومثقف وكل هذه، لعبنا دور في هز هذا النظام وفي جعله ضعيف وجعل الملك يصل إلى هذه الحالة اللي وصل، لأن كل الطلبة اللي درسوا في الخارج وحصلوا أعلى شهادات عندما رجعوا بأفكار كلها ترى كل خير وكل تقدم وكل إنجاز في ما تنجز هذه النظم المستبدة اللي كانوا مسيطرة عنه، وترى كل عيب في هذا العهد، رغم أن الحقيقة الأمر أن كان ما كانت تعيش ليبيا واستمتع به الليبيين في ظل العهد الملكي كان من أفضل بكل المعايير، أفضل من أي دولة عربية أخرى في ذلك الوقت، ومع ذلك هذه النخبة التعيسة اللي ابتليت بها ليبيا كانت لا ترى في إنجازات العهد الملكي إلا كل سوء. السؤال هنا كان دايما اللي بيشغلني وأنا بقرأ في تفاصيل هذه الفترة، كيف استطاع القذافي وهو ملازم إن هو يفشل وزير الدفاع ووزير الداخلية وكبار ضباط الجيش ويطيح بهم في هذه المحاولة الانقلابية ويدعمهم. أستاذ أحمد، أنا تناولت هذا الموضوع في الكتاب، أحد الكتب متاعي بالتفصيل، وأنا لا أريد أن أطيل على اللي حصل. أن حصل عملية استفزاز بالذات لآدم الحواس من قبل شارك في هذه العملية عبد الناصر نفسه،
لأن الحواز قبل الانقلاب قبل المحاولة أو الإعلان عن كشف المحاولة كان في مصر. كان حاضر اجتماع رؤساء وزراء الدفاع العرب في مصر، والتقى بعبد الناصر، وعبد الناصر قال له كلمات جارحة على أساس أنه ما مش فاهم، أنت طلعت مش زي ما تسواش يعني. كلام هذا مؤكد يعني وثابت. المهم جملة طبعا استفزازات أخرى كان قام بها للأسف الشديد المرحوم عمر المحيشي في 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 البداية لما كان نعم هذه بداية. المهم جملة اللي حصل آدم الحواز وهذه ثابتة في الوثائق اتصل بالأمريكان، هذا الخطأ اللي دار يعني الأمريكان هم اللي أفشلوا الانقلاب مع عبد الناصر. نعم لولا أن آدم الحواز اتصل بالأمريكان. نعم بس حينما اتصل بالأمريكان نبههم إلى سعيه للمحاولة الانقلابية. نعم ورفضوا هم. فطلبوا من القذافي أن يتغدى بهم قبل ما يتعشى. نعم. لكن في نقطة مهمة أنا وجدتها هنا، أن الذي حافظ على نظام القذافي من السقوط في كل هذه المحاولات كانت الولايات المتحدة الأمريكية. ما في ذلك. وده شيء غريب. ما في ذلك الشك. وفي في مثلا بالنسبة لعملية الهيلتون اعترف نيوسم رسميا، ديفيد نيوسم اللي كان وزير كان سفير أمريكا في ليبيا، اعترف رسميا بأن ليبيا أن أمريكا لعبت دور في إفشاء معلومات حول العملية. بالتأكيد أيضا بالنسبة لسبها، وأيضا حتى بالنسبة للأبيار. وللأسف الشديد أيضا واحدة من الحاجات القاسم المشترك بين هذه الحالات كلها أن الأشخاص اللي كانوا يحضروا لهذه المحاولات اتصلوا بالأمريكان كلهم بدون استثناء عشان ياخدوا الدعم على أساس ضمان، ومعظمهم أصلا شاركوا في انقلاب القذافي 69، بما يعني أن الأمريكان كانوا وراء نجاح نقاب النظام القذافي. يا إما أنهم شارك بعض منهم ممكن يستطيع الدعي، يعني مثلا بالنسبة لآدم الحواز شارك. نعم. وبالتالي ممكن ينسحب عليه هذا الكلام. بس بالنسبة للآخرين زي محمد عثمان الصيد، وبالنسبة أحمد الزبير السنوسي، هذا مؤكد. هذا بس دي كانت محاولات صغيرة كلها، لكن لما نتكلم على عمر المحيشي على دول، كل دول تواصلوا مع الأمريكان. بالتأكيد. المهم كان الشائع بين أو المعروف بين الناس أن هذا الانقلاب ما كان انقلاب القذافي ما كان ليقوم لولا دعم أمريكا له. طبعا مما زاد مخاوف القذافي بالنسبة للحركة أمرين. الأمر الأول بالتحقيقات تبين أن بعض رجال الأعمال الليبيين كانوا وراء أو ساهموا في دعم الحركة وهذه طبعا أشار لها في الخطاب تاع أشار للبرجوازية الليبية، وأنه حي وهذا أيضا طبعا حتى أحد يفسر توجهه بعد هذه المحاولة إلى ملاحقة رجال الأعمال القطاع الخاص والتأميمات اللي حصلت كلها بقوة من 78 وفيما بعد. يعني في هذه الوثيقة شيء تاريخي مهم أيضا يدخل في خزعبلاته وتناوله، أنه أنكر السنة النبوية وجعل القرآن هو الشريعة، لكن في هنا جعل أنكر السنة النبوية إنكارا نصيا في وثيقة نعم. الجماهيرية أمرين على فكرة تلعب بهم اسم الجماهيرية نفسها، وأنا كنت جالس وتابع بانتباه وتابع الناحية. القضية الأولى هي اسم الجماهيرية، غير اسم الدولة. لا الاسم نفسه اسم الجماهيرية لم يرد على في توصيات أي مؤتمر من مؤتمرات هذا الاسم، لم يرد. فجأة بعد استعراض لكل هذه القيادة تحدث القذافي، تحدث هو غير اسم ليبيا وقال أصبحت ليبيا بدلا من الجمهورية العربية الليبية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ثم أضاف لها العظمى طبعا، لأن أصبح اسمها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. فهذه الأولى. الثانية طبعا اللي أخطر من هذا اللي هو قضية إنكار السنة، لأن التوصيات اللي صدرت عن المؤتمر كلها تتحدث عن القرآن
والسنة على سنة هي شريعة شريعة المجتمع، لكن هو طبعا أصر على حذف السنة، وطبعا هذا واضح أنه اللي يعطي روح البراح أنه طبعا لما تذكر السنة معنى لابد أن توضع تفاصيل كثيرة لتلزمه هو بالله، هو لا يريد أن يلتزم. حتى الشعب الليبي، الشعب الليبي أنا أذكر له هنا شيئا، يعني حتى لا يتهم الشعب بأنه كان سلبيا، لأن واضح أن نعم. الذين كانوا يلتفون حول القذافي مجموعة الغوغاء، نعم. لكن الشعب كان يقاطع هذه نعم. الأشياء، لدرجة أن في 7 أكتوبر 89 القذافي الشعب لما أعرض عن حضور هذه الهرطقات والمؤتمرات الشعبية قال الذي لا يحضر المؤتمرات الشعبية يعد من العبيد الذين يريدون أن يحكمهم السادة، ولا مانع لدينا في هذه الحالة من تخصيص بطاقتين، بطاقة للذي يحضر المؤتمرات الشعبية يلقب باسم السيد، وأخرى للذي لا يحضر يلقب باسم العبد، وعندما تكون عبدا تكون من حقوقك، تكون حقوقك وواجباتك هي حقوق وواجبات العبيد. هكذا يخاطب الشعب مستوى شيء، يعني هو يقال أن نسبة الغياب وصلت ما تراوحت ما بين 30-50% في غالب المؤتمرات، لكن بعض المؤتمرات الأخرى كانت نسبة الغياب عالية جدا. كان بعض المؤتمرات أنا رصدتها كان عدد أعضاء المؤتمر 7000 يحضر منهم 700، يعني الحضور 10% فقط، وهو يخاطب شعب يقول له أنتم عبيد. عبد المنعم الهوني في حواره مع غسان شربل يقول إن القذافي استخدم في تصفية خصومه السياسيين مجموعة أبو نضال، وأبو نضال انشق على منظمة التحرير وكان عامل منظمة إرهابية، كارلوس الإرهاب العالمي كارلوس المسجون الآن في فرنسا، أي الجيش الأحمر الياباني، وهذه كانت مجموعة متمردة على النظام في اليابان، الألوية الحمراء وهي جماعة إيطالية أيضا كانت متمردة وارتكبت جرائم في قتل كثير من السياسيين، بادر ماينهوف وهي ألمانية أيضا، ومجموعة أبناء الله الصهيونية الأمريكية التي سبق وأن تحدثنا عليها، كان يستخدم كل هؤلاء في عمليات التصفية. لأن سؤالي الآن، هل كانت إمكانات نظام القذافي واللجان الثورية تصل إلى حد اختراق كل هذه العواصم الأوروبية وتصفية هؤلاء المعارضين؟ بالتأكيد، بدون هذه الأطراف وبدون هذه الجهات، وأعتقد واحدة من الحاجات اللي أعتقد هناك أدلة كثيرة عليها أن القذافي تظاهر أو فعلا قام بعملية دعوة كل حركات اللي موجودة في العالم، سواء حركات في محيط العمل الإسلامي كل دعاهم وسلمهم، وأيضا بالنسبة لكل هذه الحركات الأخرى. فيما يتعلق بهذه الحركات هو توظيفها، يعني هو كان يدعمها من أجل توظيفها وليس من أجل أهدافها هي، ويشعر من خلالها أنه أصبح لديه قوة، يستطيع أن يهدد، يستطيع أن يؤثر. وطبعا دعم الجيش الإيرلندي، الجيش الجمهوري الإيرلندي، قصة هذا قصة أخرى ومبكرة أيضا، ومبكر دعم لها وتأييد لها. لكن الطرف، القضية الأخرى المهمة الخطيرة فيما يتعلق بمنظمات الأخرى سواء يعني في العالم الثالث، وطبعا دعم منظمات كثيرة، لكن احنا بنقول دي الآن في عملية استخدام هؤلاء لتحقيق أهدافه في تصفية خصومه السياسية. لم يكن الحسن الثاني جدا على الإطلاق في القضاء على القذافي، ولم يكن أنور السادات جدا على الإطلاق في القضاء على القذافي، لكن كانوا جادين في استخدام المعارضة الليبية لعمل مناوشات مع القذافي. المشكلة أمتى بدأت يا أستاذ أحمد؟ بدأت لأن هذا النظام القذافي، والله أي نظام آخر دكتاتوري، لم يترك أي هامش للمعارضة السلمية ولا من داخل البلد، فأصبح الخيار بين كل إنسان يريد أن فعلا ينتقد هذا النظام، يريد أن يسلم في أحد أمرين، أنه يسكت في الداخل ويسجل عليها، أو أنه يحاول، أرض الله واسعة ويحاول من خلال. أنا من الناس هذه من خلال تجربة، أنا على يقين بأن أي حركة معارضة توجد في الخارج تولد بتشويه خلقي. إيه شكله هذا التشويه الخلقي؟ يعني بأنك أنت فيها، انت موجود، انت مش موجود في فراغك في العالم، انت موجود فوق ارض دوله أخرى. معينه هذه الدوله لها حكومتها، لها سياساتها،
لها مصالحها. انت ما تقدرش تجي تفرض عليهم تقول لهم والله انا نبي يعني تجاهلوا هذه ولا اكونوا اخدموني انا. انت تحاول ان تبحث عن المشترك بينك وبينهم في هذه اللحظه، قد ولاي فتره زمنيه، قد تكون قصيره، قد تكون طويله، قد تكون. ولذلك المعارضات الموجوده على اراضي الاخرين دائما تدفع ثمن ودائما لا تحصل على. ممكن يصل، ممكن يصل امر، ممكن يصل امر تدفع ثمن ان فعلا تستعمل في 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 عمليه تبادل زي ما حصل لكثيرين من هنيجي لها بالتفصيل. نعم. نعم. القذافي خاطب الليبيين في اكتوبر 79 قبل ذلك باشهر قائلا كل المسؤوليه هي مسؤوليه الليبيين، أما بالنسبة لي فلا يمكن بحال من الأحوال أن أعترف بأنني حكمت هذه البلاد في يوم من الأيام إطلاقا، وما دام الشعب هو الذي بيده السلطة فهو إذن المسؤول عن الفساد، بيتهم الشعب بالفساد. أنا أعتبر أن هناك فسادا قمتم به، ده بيكلم الشعب، وأنكم الشعب الليبي بكامله قد انحرف، وبالتالي لا تحملوني مسؤولية أن حكمت أي يوم في ليبيا. السنوات الأولى كانت سنوات تأكيد للثورة، وعليه ما دامت السلطة في يدكم أنتم فأنتم المسؤولون عنها، وأنا لا ينبغي أن نحكم ولا حكمت في الماضي، وهذا فساد لا أقبله، لا تربطني بكم أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب، وإذا كان هناك فساد أو تخريب فهو منكم وبينكم. من يصدق هذا؟ من يصدق هذا؟ والوقائع كلها والحقائق كلها والتصرفات كلها والسجلات كلها تؤكد أن إصبع كان داخل في كل شيء من شأن مشؤون ليبيا. ذهبت إلى الولايات المتحدة مع عبد المنعم الهون. نعم. على أي مستوى التقيتم بالأمريكان؟ المستوى اللي وجدنا أمامنا. عرفتوا المستوى ده إيه؟ ما عرفناش. ما عرفتوش، لكن عرفت ان دول مسؤولين امريكان، مسؤولين امريكان من السي اي اي بالتاكيد منهم. كان توقع، لو اذا كان توقعنا غير هذا يبقى مخطئين، يبقى ما فهمناش. ما الذي دار بينكم وبينهم؟ اللقاء الاول كان عام، اللي هو كان في حضر عبد المنعم الهوني، اللي هو عام. على اساس ان احنا هذه. هل شعرت ان عبد المنعم الهوني يعرفهم، التقى معهم قبل كده؟ بالتاكيد. 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 يعني الرجل على علاقة قديمة. بالتأكيد. أنت فقط، أنت يعني هو توسط أنه يجيبك ليه. يجيبه. وبعدين أيضا بالتأكيد يهمه هو يكون حاضر. وهمهم أيضا. نعم. أن يكون حاضر. فالجزء العام هذا في المعارضة وأسبابها الجزء الأساسي بقى. الجزء اللي في الثاني الخاص اللي كان معي أنا بس. ماذا دار بينك وبينهم في اللقاء الأول؟ فكان عندهم سؤال أساسي وحيد، يعني يكاد يكون وحيد يعني بالإضافة. ما هو؟ يعني هو هل أنت من الإخوان المسلمين؟ في الوقت ده؟ في الوقت ده 1981؟ نعم، في 1982. لا لا لا، 81. نعم. يونيو 81. نعم. قبل تأسيس الجبهة أنا كان تحركي لعند هذه المرحلة كلها شخصي. شخصي. فكان فقلت لهم أنا لست على علاقة بالإخوان وليست لي أي علاقة بأي تنظيم إسلامي أو غير إسلامي. يعني هنا السي آي إيه قبل أن يفكر في دعم المعارضة الليبية للتخلص من معمر القذافي في يونيو 1981، الرجل الذي كان يمثل الوجه الجديد الذي يمكن أن يجمع المعارضة وهو محمد المجريف، حينما التقى مع وفد السي آي إيه للمرة الأولى في واشنطن كان السؤال الأول هل أنت من الإخوان المسلمين أم لا؟ وأنا أعتقد أن طوال المرحلة ولحد الآن ربما كان دائما يحاولوا أن يجدوا أي مثلبة في إجابتي يعني ما يثبت أني أنا كنت كاذب بالنسبة لهم في هذه اللحظة. قررنا نبعث وفد للعراق تكون من الأخ محمد سعد معزم اللي هو عضو اللجنة التنفيذية والأخ علي بوزيد، واستقبلوا استقبال في منتهى الحرارة وعرضوا، قالوا مش عايزين منا، قالوا لنا عايزين صواريخ، عايزين كذا مجموعة أسلحة، قالوا لنا بس يجينا الأمين العام، يجي العمل وإحنا حنتفاهم معه. وفعلا رحت ايش عايزين، قلنا لهم هذا احنا هذه احتياجاتنا. حاضر. قابلت مين؟ قابلت الرئيس بروحه.
صدام. الرئيس صدام. استقبلك صدام امتى؟ هذا في هذه الرحلة في سبتمبر أعتقد كان. سبتمبر 84. وكان حوار يعني حوار كثير بينه، كان يسأل فينا من شنو هويتكم أنتم ك ك كحركة كتنظيم يعني. فقلنا له إحنا نحب وطننا، وهذه خلاص يعني مسألة دائما تكرر معنا، نحن نحب وطننا نعتز بعروبتنا، وفي ذات الوقت نحن عروبتنا اللي نعتز بها هي عروبة مؤمنة ومسلم مسلم تزبي إسلامنا. فقال لي رد عليه بأن نحن كذلك يا فلان، نحن كذلك يا فلان. فالمهم وافق على كل. بعدين قال والله احنا عندنا مشكلة الآن، الأسلحة هذه اللي بنرسلوها كل ما طلبناه من أسلحة وبزيادة، عندنا مشكلة. شنو المشكلة؟ أن العلاقات بيننا وبين السودان مقطوعة. وما عندناش ضمان بأن السودان حتقبل الأسلحة هذه تستلمها. ففكرنا في الأمر، ما فيش حل. قلت لهم إيش الضمان أني أنا نجي نطلع مع نركب مع في الطائرة تشيل هذه الأسلحة؟ تعتبروا هذا ضمان كافي؟ فقالوا نعتبره ضمان كافي. حاولوا فعلا، الطائرة هي متاع مدنية، شالوا منها كل كلها معبة بكل أنواع الأسلحة، بحيث واجتزنا مرينا على الأجواء السعودية، وكان بدون علم السعوديين وبدون إنها طائرة مدنية. نعم. واستقبلنا هناك في بدأت التحضيرات، استمرنا في التحضيرات متاعنا. هذه السودان سمحت بال سمحت بهذا واستمرنا في التحضيرات متاعنا. بين التحضيرات اللي عملناها احنا كنا اشترينا سفينة كنا حنستعملها في العملية. واشترينا اشترينا كمية من العدد لا بأس به من القوارب المطاطية السريعة عشان تستعمل في عمليات. يعني على أساس أن الرحلة تجارية عادية تذهب إلى طرابلس ومن هناك تقوم بعمله. القذافي دخل في صراعات داخلية بين التشادين في العام 75، ودخل في حرب فعلية ضد حسين هبري في العام 83، امتدت حتى مارس 87 حينما هزمت قوات القذافي بقيادة خليفة حفتر في معارك دموية قتل فيها آلاف الليبيين، وأسر حفتر بعد ذلك. القاعدة قاعدة وادي الدوم كانت أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا، ودي قاعدة ليبية، والقذافي حشد فيها حوالي 7000 جندي و300 دبابة، ودي سقطت في ايدين القوات التشادية، وكان على رأس القوات الليبية كان خليفة حفتر. نعم. المشهد هنا ما يقوله، قبل أن أصل لهذا الموضوع، ما يقوله كثير من المحللين والخبراء أن القذافي بعد محاولة 75 بدأ يخاف من الجيش الليبي. نعم هذا ورد. وبعد بدأ يخاف من الجيش، قرر أن يتخلص من الجيش الليبي وأن يزجه في حروب غير مستبعد هذا. فأرسل هذه القوات إلى الجنوب على بعد آلاف الكيلومترات، ألف كيلومتر تقريبا من العاصمة طرابلس، حتى يشغلها في حرب ويتخلص منها أيضا. مهمة حفتر حينما أرسل كانت أن يتخلص من القوات. الجزيرة أنتجت فيلم وثائقي، بعض الضباط الأحياء اللي شاركوا مع حفتر يقولوا كان يرسلهم دون أي تأمين أفواجا ويبلغ التشاديين فكانوا يقتلوهم ويتخلصوا منهم. أنتوا الآن ذهبتم إلى تشاد في ذلك الوقت وأعددتم معسكرات للتدريب، كيف كان علاقتكم بالتشاديين؟ علاقتنا بالتشاديين زي ما كان علاقتنا علاقة شرعية مع الدولة، مع رئيس الدولة، مع الدولة التشادية، وترحيب بينا بالترحيب بالفدائيين بتاعنا وترحيب بالمشروع الإذاعي بتاعنا. للأسف الشديد واحد من الحاجات لأهمية المشروع أن في واحد المرات القذافي أرسل ياسر عرفات ليتوسط لدى التشاديين بأنه يقفل واحدة من الحاجات اللي حصلت هذه في هذا التاريخ المؤسف. المهم تواجدنا نحن في 87 اللي صادف مع الهزيمة. لا أريد أن أدخل في موضوع هذه التحليلات ولماذا أراد القذافي أن لماذا لا، أنا بس عشان المشاهد يعيش في المشهد. لأن في طبعا شنو الادعاءات الحرب مع الحرب القذافي مع تشاد بدأت من 72 أيام تومبل باي بحجة انتصار للمسلمين، وهذا كذب. بعدين ادعاءات أخرى بأنه هو يريد بحيرة تشاد
كل هذه كلها ادعاءات كاذبه يعني لحد الان ما فيش حد يقدر يقول على وجه التحديد شنو هي نوايا القذافي وهدفه من هذه الاشتباكات المستمره وهذه الحروب مع تشاد. الموضوع في فرنسا وفي قصص. في فرنسا نعم وفي اقليم اوزو على اساس ان في اليورانيوم وكل هذه الادعاءات، لكن حقيقه الامر غير مستبعد ما قيل حول استعمال القذافي، يعني حول القذافي ان يدمر الجيش الليبي وان يوجه له ضربه قاسمه وان انا اجريت حوارات مع بعض ضباط الجيش الليبي اللي شاركوا في الحرب بعد سقوط القذافي وتحدثوا عن هذا الموضوع. خليفة حفتر انشقاقه في 25 مارس 88 على نظام القذافي وانضمامه مع مئات الجنود والضباط وجنود الصف الذين وقعوا أسرى في أيدي القوات التشادية إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. هل صحيح أنك وصفت خليفة حفتر بأنه خالد بن الوليد العصر الحديث؟ هذه من سمحني أقول لك من ما هذه يعني الناس تنظر إلى بعض التفاهات اللي اسمح لي يعني نقول يرددوها برا، فعلى أساس اللي حصل أن إحنا في فكرة الجيش نفسها إذا كانت القيادة اقتنعت بها وحاولت أن هي تسير في ضوها في ضوء هذه القناعة تسير في هذا البرنامج، ما في شك أن بعض عناصر الجبهة أعضاء الجبهة ما وصلهمش نفس هذه القناعات ما وصلهمش هذه وكانوا رافضين وبيحملوك مسؤولية تاريخية أنك أنت السبب وراء انضمام حفتر إلى الجبهة وتلويس الجبهة. أنا ذكرت لحضرتك أني أنا لم أكن صاحب القرار، لم أكن صاحب القرار، القرار هو أعلى قيادة في الجبهة اللي هي المكتب الدائم والجبهة واللجنة التنفيذية، لم أكن صاحب هذا القرار. اللي حصل بعدين بعض الشباب من حقهم أن يعترضوا على هذا لأن يكونوا مش مقتنعين بالمشروع، أنهم هم ومش مقتنعين بحفتر ومش مقتنعين مش من حقهم هذا، قصدي من حقهم هذا أنا لا ألوم في هذا. في هذا السياق كان في جلسة من الجلسات فيها تضم عدد من أعضاء الجبهة وحتى من أعتقد من أعضاء الجبهة كانوا أبدوا اعتراض على حفتر، ذكروه بكل ما يليق به فعلا وكانت حقائق. لا يعني دائما يا دكتور أصل التجربة بتاعتكم دي بتحصل في كل الحركات والتجمعات إن يبقى في بعض العقلاء وهم قلة يوضحوا حقائق مدمرة ستحدث من بعض الأشخاص، ولكن القيادة بتصر إن الشخص ده يبقى موجود لحد ما الشخص يدمر المشروع. يا سيدي احنا كنا مغفلين، يعني سامحني نقول لك يعني كنا قيادة الجبهة وكانت مغفلة قيادة الجبهة اللي قادت الجبهة قادت هذا النضال على امتداد أكثر من 30 سنة ضد القذافي وقرعاته بكل صور المقارعة الممكنة، كانت هذه مغفلة ولم تفهم في لا في قضايا السياسة ولا في الأمن. احنا بنتكلم على حفتر بنتكلم على حفتر بس. كون أن قلت لك من حق أنا في حي أنا في ربما في أشياء ما كانش لدي حول حفتر أو ربما طبيعي. الأمريكان قالوا لك والعراقيين قالوا لك كل مذكر وناس جوا الجبهة قالوا لك. في النهاية أشكل قناعاتي من نفسي من ذاتي، وفي النهاية القرار اتخذته أعلى سلطة في الجبهة اللي هي المكتب الدائم واللجنة التنفيذية ليس أفراد. يعني هل يتوقع مني أني أن نلف على أعضاء الجبهة في حيثما وجدوا في مصر في 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 أوروبا في أمريكا كلهم إيش رأيكم في هذا المشروع وأعطونا تفاصيل متاعه وكل هذا لا يمكن يحدث هذا. بعدما قام خليفة حفتر بالتواصل من ورائكم بنظام معمر القذافي عبر أحمد قذافي الدم وأهداه القائمة الأساسية للضباط الذين كانوا سيقومون بمحاولة انقلابية وكانوا يتواصلون معكم في العام 93، بدأ خليفة حفتر يحاول أن يهدم داخل الجبهة ويسعى للانشقاق بمجموعة كبيرة من الأعضاء لا سيما الذين جاءوا معه من تشاد. ما طبيعة الدور الذي لعبه والذي انتهى بانشقاقه مع مجموعة في النهاية؟
للأسف الشديد أن بالرغم أنه هو كان المشروع هو مشروع انتصار بالإخوة لجماعة أكتوبر في زي ما ذكرت حضرتك أعتقد في الحلقة السابقة التقينا في فبراير ثم التقينا في أبريل ثم التقينا في يونيو 93 نعم. فهذه كلها اتفقنا فيها على كثير من الأمور، واحدة من هذه الأمور مهمة جدا أن احنا هذه القوة الموجودة برا اللي هي الجيش ما يسمى بالجيش المجموعة اللي كانوا أسرى وانضموا للجبهة أنهم هم لا يعتمد عليهم في أي عملية في داخل ليبيا في هذا. أيضا هم طلبوا نوع من الاتصال بالأمريكان ونوع من التأمين نوع من الغطاء الجوي لحركتهم الحركة متاعهم. فأيضا قلنا ليس من حكم التجارب الماضية في اللي تتهم فيها أمريكا بأن هي أفشت الأسرار المتعلقة بأي تحركات أخرى سابقة في وأدت إلى فشلها، قلنا أحسن أن خاصة نحن لم نخبرهم بأن في هذه الحركة، اتصلنا بهذه المجموعة هو من أجل معلومات فقط لا أكثر ولا أقل. فأيضا قلنا هذا، أيضا قلنا لهم في لحظة من اللحظات قلنا لهم أنا بالذات قلت لهم اعتمدوا على أنفسكم، ما تربطوش أنفسكم بينا إحنا، تحركوا وحدوا ساعة السفر بالنسبة لكم وخطتكم بالكامل وفقا للمعطيات اللي عندكم في الداخل، ما تعتمدوش علينا. وهذا كان فعلا نتيجة شعور عندي بدأ ينمو بأن فعلا غير أن من هذه المجموعة أصلا محدودة، أن خليفة نفسه تحركات، لأنه هو وعدهم بأنه عنده تحركات في الداخل، وأيضا وعدهم بأنه هو في عنده مجموعة من الضباط في الخارج. أنا بقى عايزك ترجع وتعمل لي عصف ذهني حوالين اللقاءين اللي حضرهم خليفة حفتر معاك مع مجموعة ضباط أكتوبر في إبريل ويونيو. حضر معاك خليفة حفتر، هل كان يحصل ويسأل عن معلومات معينة ويرتب أمور معينة؟ لم يكن يحصل، لم يكن. إزاي أنت الآن بتقول لي؟ لا، هم كل اللي حصل أنه هم طالبوا منا بيقولون لأن إحنا الآن إحنا في تحركنا أو القوات متاعنا موجودة في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، إحنا عندنا ضعف في المنطقة الجنوبية وعندنا ضعف في المنطقة الشرقية، هل بمقدورك أنك أنت تقوم لديك قدرة على أنك أنت تجند مجموعات من الضباط من الجيش الليبي في هذه المناطق؟ فهو وعدهم قال أنا على استعداد، وفي الواقع لم يجند في حقيقة الأمر تبين فيما بعد سوى شخصين. لا، أي شخصين، وهو أصلا راح بلغ على الكل بعد كده كما تقولون. هذه وحدة المشكلة، وحدة من المقارب بتاعه، هو لم هذا الحصل يعني هذه المعلومة بدليل أنهم أعدموا، هذين الشخصين اللي أعدموا جزء من مجموعة على صلة بحفتر. المشكلة الآتي، المشكلة هو الآن في مشهد يستطيع حفتر أن يدعي وأن يقول أنه بريء من كل هذه الاتهامات. الحاجة الأولى أن هذين الشخصين اللي هو تحدث عنهم أعدموا، الحاجة الثانية أن هو خد حكم بالإعدام هو كمان في هذه المحاولة. أي نعم، بس هو طبعا ما في شك في 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 كون أني أستطيع أن أدعي لك بأني أفهم تفاصيل كل ما جرى أعتقد فيه، لكن الحقائق الثابتة هنقول لك عليها. قل لي واحدة من هذه الأشياء. طلب بعدين في إحدى اللقاءات، اللقاء الثالث، قالوا لي أن الطريقة اللي طلبها اللي ذكرها لهم في عملية التجنيد طريقة فاشلة ولن تفيد، هذه قبل في آخر لقاء بينه وبينهم. يعني هم كانوا متحفظين على خليفة حفتر، متحفظين عليه، عندهم نوع من بدأ يتكون لديهم نوع من التحفظ، بخاصة لما جاء موضوع التجنيد هو وعدهم بأنه هو عند عناصره وأن اقترح عليهم طريقة كذا وكذا وكذا، وطريقة واضح أنها كانت يعني ارتجاء في منتهى الارتجالية زي العادة بالنسبة لل. كانت رائحة جرائمه في الداخل تسكم أنوف الشعب الليبي، وعلى رأسها مجزرة سجن أبو سليم التي وقعت في 29 يونيو 1996، قتل فيها 1270 سجينا بطريقة وحشية. ظل أهالي القتلى لا يعلمون شيئا عن الضحايا حتى بدأت الجريمة تتكشف شيئا فشيئا بدءا من العام 2001 للعام 2010. هل كانت مذبحة سجن أبو سليم هي الشرارة التي أشعلت ثورة 17 فبراير، لا سيما وأن المحامين الذين كانوا يدافعون عن أهالي الضحايا هم الذين قادوا المظاهرات الأولى في بنغازي؟ والله حقيقة مجزرة أبو سليم تحتاج إلى وقفة كثيرة، يعني أولا من حيث حجم الجريمة، الوحشية اللي تم الطريقة الوحشية. أنا أعد العمل شيء خاص عنها بصراحة، يعني هذا تستاهل أي عمل. نعم. فيها يعني قمين بالاهتمام، يعني قمين. نعم.
يعني بهذه الوحشية اللي تمت بها، هذا الجنون اللي تم بها خلال ساعات محدودة، هذا العدد الضخم من البشر يتم يعني قتله واغتياله. ولم يعني ليست عملية القتل وحدها، وإنما التصفية والتخلص من الـ كيف تم التخلص من الجثث على عدة مراحل حتى وصلت إلى حد طحن الجثث في ماكينات طحن السكر. المثير في الموضوع يعني أشياء كثيرة تستدعي الوقوف عند هذا الموضوع، هذا واحدة منهم. كيف يسكت الغرب، منظمات حقوق الإنسان عن الغرب؟ الغرب تعرى بقى كله الآن عن هذه الجريمة، منظمات حقوق الإنسان في العالم، جريمة لن تظهر، يبدأ الحديث عنها بعد إلا بعد كم سنة. كيف صار هذا؟ هذا السؤال في أنا دائما أصر على أن يثار هذا الموضوع. في تكتم، في تواطؤ من كل الأطراف. الشيء الآخر المثير في الموضوع هذا أن هذه الجريمة وقعت بعد مؤتمر شرم الشيخ في القاهرة حول الحرب على الإرهاب 96 وحضر القذافي. هؤلاء الشباب لم يكن لهم علاقة بلا، لم تكن هناك داعش، ولم يكن هناك قاعدة، ولم يكن أي شيء من هذا القبيل. ناس معتقلين من سنين طويلة، من سنين، شباب في منتهى بساطة، ما عندهم شيء ولا حاجة. كلها الجريمة المشتركة بينهم أنهم كانوا يترددوا على المساجد في بالذات في صلاة الفجر. وأيضا لما جيت تستعرض شنو الخلفيات متاعهم العلمية، مهندسين، معظمهم مهندسين وخريجين وكل يعني أصحاب مهارات، يعني جيل غير عادي تخطف حياته بهذه الوحشية وبهذا الجنون. ما أعتقدش أن كانوا يشكلوا تهديد على القذافي، إنما كان تنفيذ لبداية برنامج يستهدف المنطقة كلها فيما يسمي بالحرب على الإرهاب، واستخدام الحرب على الإرهاب وسيلة لتصفية كل الشخصيات التي نعم يمكن أن يكون لديها دور في صناعة مستقبل الأمة. منظومة الدولة انهارت مع انهيار النظام القذافي ومقتله، وكل من لديه خبرة في إدارة الدولة لم يعد موجودا. كيف تعاملتم أنتم مع كسياسيين تريدون الآن، تعارضون منذ 40 وجئتم الآن إلى المشهد فوجدتم المشهد بهذه السيولة؟ تأكيد احنا أنا أتحدث عن نفسي بالنسبة للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. احنا عندما رجعنا حقيقة رجعنا منهكين، يعني أنهكنا النضال اللي امتد 31 سنة أكثر مما أضعف ما كنا نتمنى أو نتوقع. كنا منهكين، لم تكن لدينا، وكل ما لدينا هو مجرد تصورات نظرية أسسناها على ما كنا نتخيل أن حالة ليبيا تكون عليها. لكن في واقع الأمر، بالإضافة إلى أن احنا فعلنا، وأيضا كنا مورس علينا نوع من الإبعاد، حتى أن قدمنا الإخوة اللي سبقوني حتى في الدخول الوصول لليبيا والدخول لها، قدمنا تصور للمرحلة الانتقالية، تصور متكامل ونفخر نعتز به، موجود عندنا. للأسف شديد أن أهمل إهمال كامل، كأن ليس في يدكم السلطة، لأن بس من حق السلطة في يد رجال كانوا يعملون مع القذافي. ما عندناش اعتراض، لكن هذا لا يكون أن لسنا في السلطة، هذا لا يعني أن اللي وجدوا في السلطة أو سبقوا إلى تصدر المشهد أنهم يقصوا. وهذه أحد الأخطاء اللي حصلت، كان في عملية إقصاء مبكرة. أنا لا أتحدث عن الجبهة أو بالذات، لكن في إقصاء، عملية إقصاء تمت من كثير من الناس لكثير من الشخصيات. هل صدمت بالواقع الليبي حينما رأيته؟ بالتأكيد. أنا كنت أتصور حالة تصور البلد على درجة من الفوضى. كنت أتصور أن مثلا الموضوع الفساد، أن الأمور منتشرة في وسطها يعني بدرجة معينة، لأن من خلال قراءاتي ومن خلال كتاباتي ومن خلال متابعتي. لكن ما وجدت حقيقة أذهلني بشكل لا تصور، لأن الأمور وصلت فعلا بالذات فيما يتعلق بموضوع فيما يتعلق بالفوضى وفيما يتعلق أيضا بالفساد. وهذا كان إيه أشكال الفساد؟ كل صور الفساد اللي تصورها، المالي، الإداري، في التعامل الإنساني العادي، يعني الكذب، الاختلاق، المبالغات، هذا كله نوع من الفساد. الفساد اللي فعلا أربك المشهد بإربك، لأن حاجتين يعني البيئة الليبية عندما وقعت الثورة كانت تعاني من قضيتين خطيرات جدا، يعني موروث
موروث غير الخراب والدماء والقتل والكل هذه، قضيتين، قضية روح الفوضى. الليبيين ظلوا 42 سنة، يمكن باستثناء يمكن 3-4 سنوات الأولى، شافوا إنسان يدعو ويمارس ويفرض عليهم الفوضى المستمرة في كل شيء، في كل شؤون، المستوى الفرد حتى على مستوى حياة الإنسان. خمس أجيال خلصت، فهذه قضية كان في واضحة، وممارسة لها غير عادية بشكل عفوي، بطريقة عادية كم دمر الإنسان الليبي. نعم وصل الأمر، نعم أنا هنوصل للنقطة الأخرى اللي هي قضية أخرى اللي توازيها وربما أخطر منها، موضوع احترام الشرعية، أي نوع من الشرعية، بدءا بنوع شرعية الأب أن يكون كبير أسرته، شرعية الأخ الكبير، شرعية المسؤول في الدولة أن يكون له، أن يكون صاحب كلمة. القذافي حرص طوال هذه السنوات وبشكل متواصل، بشكل متواصل وبدون توقف، هدم كل شرعية في المجتمع. وأنا أؤكد في هذه المناسبة أن محمد دحلان أحد الأشخاص اللي قادوا عملية الثورة المضادة في ليبيا، بدءاً بعملية جمعة إنقاذ بنغازي. وهذا محمد دحلان لم يكن يخدم يتحرك نفسه، كان للأسف شديد يتكلم أو يتحرك باسم وبالتعاون وبالتنسيق وبالتوجيه وبالدعم من دول إقليمية. وأشير هنا، لا أتردد في أني أشير بالذات إلى دولة الإمارات. هل هذا سر أن محمود جبريل ومصطفى عبد الجليل وكل ما أطلقت عليهم الثورة المضادة يعيشون في الإمارات الآن؟ وما زالوا للأسف شديد، حتى بعض مستشارين الأخ السراج يعيشون الآن، يعيشون في الإمارات، وأموالهم في الإمارات، بيوتهم في الإمارات، وأسرهم في الإمارات. للأسف الشديد أن الإمارات ماذا تريد من ليبيا؟ هو طبعا مشروعها من ليبيا، أولا شنو هو مشروع الإمارات بالنسبة للمنطقة العربية كلها؟ يعني أعتقد أن مشروع الإمارات بالنسبة للمنطقة العربية يخدم غايات وأهداف، أقل ما أقول أن قوة معادية للثورة، للثورة الربيع العربي، وتطلعات هذه الدول في أن تقيم وتنشئ نظم ديمقراطية. هذه واحدة بالنسبة لليبيا. اثنين، عندها شيء آخر بالنسبة لليبيا، عندها مشروع آخر، وهو أن أعتقد وبيقين أن الإمارات تدرك أن ليبيا لو استقرت وتعافت لن تستمر للإمارات أي قيمة، لأن ليبيا شنو ما تقدم، ما الذي تملكه الإمارات لا تملكه ليبيا، لا وإيش، وبإمكانيات أكثر قصار، وبشعب أيضا عند قابلية للتطور والتطوير أكثر، وبثروات أكثر، وثروات أكبر، وأيضا على وين، وموقع جغرافي أفضل، موقع قريب من أوروبا ومفتوح على أفريقيا. لو قامت ليبيا حتنتهي أحلام للأسف الشديد الإمارات في ليبيا. بعد أكثر من شهر من احتلال المؤتمر الوطني الليبي من قبل الجرحى، أنتم بحثتم عن مكان آخر لعقد الجلسات، وذهبتم لعقد الجلسات في مؤتمر في مكان آخر، لكنكم حوصرتم في تجورة، كان في تجورة، لكن بعدين نقلنا مركز الأرصاد الجوية. أيوة، بعدين رحنا الكريمية، هذه المكان. نعم، يوم الثلاثاء 5 مارس حوصرتم من 10 صباحا وحتى منتصف الليل، منع عنكم الطعام والشراب، وكان مشهد في منتهى صف لنا ما حدث في منتهى السوء. يعني مشهد يعني استمر عدد من الساعات، يعني من الظهر الى يعني الاخر الليل، يعني تقريبا الساعه 11 12.
فكان الكل يعني الحضور بتاع المؤتمر كان كبير جدا، وكان معنا زي عدد من السيدات، وحصرنا منع منا عنا حصرتم من المسلحين أكثر من هذا. جت فوج منهم جاء داخل، وكان واضح عليهم أنهم مخمورين، ونعم أنهم تعاطوا مخدرات واضح جدا، وكان معهم مسلحين. كان الهم بعدين أعتقد واحد من الإخوة حاول أنه يهرب، وأعتقد أنه نزلوه من الحائط، وحاولوا يعني عاملوه معاملة مشينة يعني. للأسف الشديد حتى يعني حاولنا أن احنا نعامل السيدات معاملة خاصة بحيث لديهن خصوصية، لكن للأسف الشديد كانوا في كنا لا نعرف معاملنا تعامل من هذه المخلوقات. طيب. وكانوا مصرين على أن نوقع على قانون العزل السياسي، هذا المطلب بتاعهم. في حقيقة الأمر أنه لم يكن هناك لدينا مشروع للقانون، أمامنا مشروع يعني المؤتمر لم يكن قد وصل إلى صيغ معينة أو مشروع معين قابل للتوقيع، فكان مع ذلك كان مصرين على 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 على. طب الآن حينما يحاصر رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء المؤتمر الوطني هذا الحصار من مسلحين، ولا تطلب ان الداخلية تيجي تفك الحصار ولا الجيش، لماذا؟ للأسف الشديد حتى دعا الأخ علي زيدان بأنه أرسل ولا سمع بهذا الموضوع. طبعا هذه واحدة المعاناة الأخرى، أن الحرس الرئاسي كان أيضا على درجة من الخوف من الجبن والتخاذل أو التواطؤ مع هذه مع بعض من الأمور زي ما ذكرت لحضرتك. كل واحد للأسف الشديد يعني هذا مرتبطة بقضية الاحترام وعدم تقدير، وكل واحد يصور نفسه أنه هو. وهذا لم يكن موجود عند الليبيين بالنسبة زي ما ذكرت لحضرتك أنه كان للأسف شديد هذه أحد الموروثات القديمة، كل واحد صور نفسه الآن هو صاحب قرار يستطيع أن يتخذ أي قرار أن يغادر الموقع اللي هو فيه المفروض أنه يحمي فيه شخص أو شخص، ويترك المكان ويمشي يمشي الجهة تانية أخرى، يتدخل مع حالة من الفوضى للأسف شديد.